الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في الهدي النبوي في الصوم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، الذي قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله، والحديث متفق عليه كما في الحاشية، وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجناد الأزدي وغيرهم، وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. والحديث كما في الحاشية أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم، وهكذا قال الأرمؤوط عن أبي هريرة من حديث عامر بن لدين الأشعري عن أبي هريرة، وفي سنده أبو بشر الشامي وهو مجهول، وقد أورده الهيثمي في المجمع من حديث عامر بن لدين الأشعري ونسبه إلى البزاري وقال إسناده حسن. انتهى كلام الأرمؤوط. قلت: هكذا قال الذهبي في أبي بشر أنه مجهول، ولكن ابن حجر قال إنه مقبول وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وأما على كلام ابن حجر في أبي بشر الشامي بأنه مقبول، فإن الحديث حسن كما قال الهيثمي والله أعلم. ثم قال ابن القيم: فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم يوم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فإن قيل: فما تصنعون؟ بحديث عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن. وقال الأرناؤوط في الحاشية أنه أخرجه الترمذي وسنده حسن. قلت: كذلك أورده الألباني، حسنه الألباني في الترمذي، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، هكذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال ابن القيم: قيل نقبله إن كان صحيحا، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ومرة أخرى هو الحديث حسن كما قال الألباني والأرناؤوط كما بينا، ولكن مرة أخرى نقول أن النهي مقدم على الإباحة أو على التشريع كما هو ثابت في أصول الفقه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.